السلام عليكم. اليوم القصة في تونس. وين؟ في مدينة أريانة. أريانة مدينة يسمونها مدينة الورود من كثر الأزهار والأشجار الموردة والزهور والطبيعة يا جماعة باختصار يا ريت تبحثون في جوجل ولا في اليوتيوب عن أريانة، أريانة تونس، راح تشوف شيء العجيب. المهم القصة كانت في عام 2008. الله يسلمكم، في مهندس اسمه الفلاحي المهدي. الفلاحي أبو عاشور، من عائلة أبو عاشور، عمره 39 سنة في ذاك الوقت، ومتزوج من فتاة، وهذه الفتاة تعمل معاونة في الجهاز الأمني عسكرية. المهم بعد مدة من زواجهم بدأ الخلاف يحصل بينهم وكذا. دائما كانت تتهم زوجها الفلاحي المهدي أبو عاشور، تتهمه أنه ما يصرف على البيت، وأنه بخيل، وأنه قاعد يستثمر أموال يعني في أشياء ما تخص العائلة، وأنه يعطي غيرها وما هو مقصر مع أهلها ومقصر عليها وعلى عيالها. المهم كل يوم شجار على نفس الموضوع. في ذاك اليوم قالت له تعال بيت أهلي علشان نتفاهم، لأن صراحة العيشة معاك صارت يعني لا تطاق، تعال خلينا نحط حد لهالموضوع. جاهم البيت، كان أبوها وأمها وخواتها الثنتين موجودين. جلس معها، نعم شو اللي صاير؟ قالت له أنت ما تصرف علي، وأنا صراحة زهقت، وأنا ما أدري كذا. قال لها إيش دعوة أنت يعني اللي راتبك تصرفين على البيت، راتبك كله تصرفين على دائما الكماليات والإكسسوارات وكذا، وأنا ريال أكد وأتعب، وأنا جالس أبني المستقبل وأبني بيت، وأنت دائما تصرفين فلوسك على أشياء تافهة. المهم قامت شوي، هي قاعدة عند أهلها، أغلطت عليه، أنت بخيل، أنت قليل أدب، أنت مو محترم، أنت مو مثل الرجال، ويقوم ويضربها كف على خدها تسبب بجروح، لأن الظاهر إيده فيها خاتم ولا كان ماسك تليفون. المهم ضربها على الوجه وتسبب لها في جروح أمام أهلها وأسرتها، وعلى طول طلع من البيت. المهم شوي وهي تنزل وراه، تعال تعال وين رايح وكذا، قال لها واخري عن وجهي، أنا ماني مستحمل إني أسولف معك، أنت بنت ما أنت صاحية، وأنت صراحة راح تخليني أطلع من طوري. قالت له بركب معاك الحين ونتفاهم، والله ما تروح، والله ما خليك إلا الحين، يا طلقني يا ننهي الموضوع يا كذا. قالها اركب، اركبي معي. اركبت معه، وأثناء ما هي راكبة معه ومعصبة وهو يسب ويغلط وهي تسب وتغلط، المهم ماشي في الطريق ويمر محطة بترول ويشتري لترين بنزين، وهذه معاونة أمنية يعني تعرف بالأمور الجرائم وكذا، انتبهت عليه، شافته جايب معاه البطل هذا مليان بنزين وحطه بالكرسي الخلفي وركب شوي. ويمر أحد البقالات أو السوبر ماركت ويشتري ولاعة. قالت لا هذه بيولع فيني. المهم خليته على راحته. يوم خذاها على طريق بري شوي بعيد عن المدينة، في أحد المزارع على أطراف أريانة، في مزارع وغابات وكذا، ويوقف تحت الأشجار ويلتفت عليها، أنت كرهتيني حياتي وأنا لازم أخلص منك، ويطلع البطل اللي حاط فيه البنزين وهي ساكتة وماسك الزجاجة، زجاجة البنزين، ويطلع الولاعة، وأنا ممكن الحين بأي لحظة أولع فيك أحرقك وما حد يشوفك.
الظهر يبي يهددها، يبي يخوفها، يبي يخليها يعني مرتعبة من أنا ممكن يرتكب فيها جريمة وكذا، وإني أنا راح أشوهج بهالبنزين يعني أسكب عليك الآن وولع فيك وما حد يدري وأخلص من المشاكل هذه. ففاتح العلبة مالت اللي هو الزجاج اللي حاط فيه البنزين، فاتح المقطع وكل شوي مولع في الولاعة. فقالت له عطني عطني عطني، يعني أنت تخرعني تخوفني أنت إنك تبي تحرقني ولا تبي عطني عطني شوي عطني الولاعة. قال أخذي، يعني هم صار عناد وكل واحد يبي يثبت حق الثاني قوته أو شجاعته أو إنه ما هو خايف من الثاني. هذه سوت، شوفوا أنا ماني عارف صراحة واحد شلون يتزوج شرطية شلون تعامل معها هذه، وتاخذ من الولاعة وهي جالسة جنبه وتضرب القنينة أو الزجاجة اللي حاط فيها البنزين ماسك بيده، وتضرب الزجاجة برجلها، رفعت رجلها وتضرب الزجاجة وتطيح بحضنه وتقوم وتولع النار، وعلى طول النار قبت في السيارة. أول ما طبعا لأن هذا ماسك بنزين والظهر مع العصبية صار ينتشر البنزين، يعني ينسكب منه شوي مني يعني قطرات منه يعني. بعدين يوم ضربت القنينة برجلها وطاحت في حضنه وهي ماسك الولاعة وتولع فيه، لكن في البخار او انتشار البنزين شوي يعني سبب ضغط داخل السيارة. المهم ما استوعبت الا النار امتلت داخل السيارة، فتحت الباب وهربت. وهذا المسكين البنزين كله في حضنه ومسكت فيه النار، ولما جاء يبي يفتح الباب في لحظة اندلاع النار فيه واللي قاعد تاكل في جسده وما هو قادر يتنفس ولا يشوف من اللهيب اللي مسك فيه، ويحاول يفتح الباب تأخر لين فتح الباب وطلع، لكن كان واصل حده حس بالإغماء وطاح والنار ماسكة فيه لين انشوه الله يرحمه. طبعا هذه الزوجة العسكرية بدأت تركض شوي، ولا في مركز للإطفاء على أطراف الغابة، وهذول دائما يكونون على استعداد لأي بلاغ يجيهم إن في نيران في الغابة، لأن تعرفون لازم يتداركونه وسبق أن حصل عندهم حريق يعني. ف شلون نظامهم؟ عندهم دراجات نارية، لما يجي البلاغ الدراجة النارية على طول تنطلق وتروح إلى الموقع علشان تتأكد وتطلب الإسناد. فأول ما شافوا هالدخنة طلعت لهم من الغابة، ولا هالدراجة النارية يركبونها اثنين أطفائيين ويطيرون باتجاه الدخان. قبل لا يوصلون ولا هذه امرأة تركض في الغابة، وقفوا لهم ما إلى الآن ما وصلوا ولا هم عارفين شو اللي مولع هذا النار شنو، لكن شافوا هالمرأة بروحها ومرتبكة وتصرخ، وقفوا لها قالوا لها ايش فيك يعني شنو قصتك كذا. قالت كان طلع لهم الهوية ولا هي معاون أمني وكذا، قالت لهم لو سمحت واحد فيكم انت تنزل روح شيك ماشي، وانت اللي راكب دراجة أبيك توصلني إلى المركز الفلاني. قال لها حاضر، ركبت معاه رجع مرة ثانية بالدراجة خداها وين راح إلى المركز بيوديها. قالت له في مركز أمن هناك ضروري في بلاغ وكذا. قال لها شو اللي حاصل الدخان؟ قالت والله ما أدري بس مبين إنه في انفجار وكذا. المهم صاحبه راح هناك ولا هذه النار مولعة داخل المركبة، وكذلك خارج المركبة في جثة متفحمة ومعاه لاسلكي بلغ المركز، جو السيارة وطفوه وكذا. هذا اللي عند الدراجة اللي ما أخذها وين راح؟
رايح باتجاه المركز الأمني. قالت له لحظة وشوي، وقف لي عند أحد المساجد هني، كان في مسجد قريب. قالت له بس أغسل ونظف يدين وكذا. قال أي ما في مشكلة، طبعا واثق منها لأن هذه معاون رجل أمن يعني، فاستبعد أنه له علاقة في موضوع الدخان أو النيران اللي في الغابة. فوقف له عند المسجد، انزلت الظاهر تبي تروح إلى دورة المياه أو شيء، لكنها دخلت وما طلعت، وين راحت ما يدري. انتظر شافها تأخرت، تركها ومشى. المهم وصلوا هم طبعا إلى موقع البلاغ وطفوا السيارة ورفعوا الجثة وتدخلوا رجال الأمن وطب شرعي وشنو القصة وكذا. المهم حددوا هوية هالرجل هذا، المهندس الفلاح المهدي أبو عاشور، عمره 39 سنة. الآن بدأ التحقيق، هذا ايش جابه للغابة وسبب النيران هو البنزين. البنزين ايش دخله داخل السيارة؟ ولقوا آثار من العلبة اللي كانت فيها المادة، مادة سريعة تشتعل اللي هو البنزين. يعني هذا كان هو شاري، هل أحد سكب عليه وولع فيه النار؟ هل كذا؟ هل هو يبي ينتحر مثلا؟ التحقيق طول وما هم عارفين بالضبط شنو أسباب الحريق والوفاة. بدوا يحققون مع أسرة الفلاحي، وين زوجته؟ قالوا والله زوجته عند أهلها، لأن أهل الفلاحي يدرون أن زوجته زعلانة وهو كذا مرة يروح يرد على أهلها يحاول يراضيها ومن هالكلام. راحوا استدعوا الزوجة، تعالي عظم الله أجرك، زوجك لقيناه متوفي ومحترق والظاهر أنه منتحر وكذا، لكن بنعرف شنو الأسباب اللي دعته أنه ينتحر، أنه يسكب على نفسه البنزين. وبعدين يعني التحريات كذلك ما اقتنعت برواية أنه منتحر. ليش؟ قالت إنساني بينتحر يعني ليش بهالطريقة هذه؟ يعني يكون بلبسه لبس العمل، يعني مضبط نفسه مثلا كأنه رايح للعمل. الشيء الثاني لما حاول انه ينتحر، زين ليش طلع هو فتح الباب وطلع برا عشان ينقذ نفسه ويحاول يخمد النيران اللي في جسده؟ يعني في تساؤلات ما هي ضابطة. يعني طريقة الانتحار طريقة بشعة، في واحد يولع بنفس النار يعني يقتل نفسه في مسدس يعني، او يدور له طريقة انه يقتل نفسه بطريقة ارحم واسرع، هذا مولع بنفس النار يعني شلون؟ فيحققون معاه وقالت والله بيننا خلاف وكذا. زين قالوا شنو الجرح اللي في خدك هذا؟ قالت ها هذا لا بنفس اليوم اللي انتم تقولون عثرتوا عليه في السياره. طبعا هي تسوي نفسها منهار وتبك وحالتها حاله. قالت جاني البيت، بيت اهلي، وحاولنا ان نتفاهم مع بعض لكن ماكو فايده، وضربني وشهود امي وابوي وخواتي ثنتين، اسالوهم ولا فعلا ضربها وطلع. قالوا وبعدين بنتنا يعني ظهر لحقتها تحاول تراضيه وما ندري شنو صار. قالوا نعم لحقتها هي يعني بعد ما نزل راح تركض راق. قالوا اي نعم. راحوا قالوا له انت يعني وين لحقتي وكذا؟ قالت لا تفاهمنا تحت عند السيارة ومشي. قال ماشي. جابوا الشخص اللي راح اللي هو الإطفائي، واحد فيهم مو راكب دراجة نارية وراح وصلها، فما راح للحدث، راح متأخر يعني، وما ربط الأحداث ببعض يعني، ما جاب علاقة المرأة اللي وصلها بالحريق أبد. اسألوا أول واحد وصل الإطفائي، قالوا له أنت لما وصلت شنو شفت؟ قال شفت رجل خارج السيارة وماسكه فيه النيران، وكان في اللحظات الأخيرة من الروح يعني من النفس، يبي يموت خلاص يعني، وكان يقول لي كلمات يعني أنا ما فهمت عدل. قالوا شنو قالك؟ قال أنا سألته يعني، قال يعني الله يخليك مرتي. قلت له أنا إيش بيها؟ قال ما أعرفش
قال له يا حبيبي كلمني كلمني، مرتك وين؟ مرتك ولعت معاك داخل السيارة؟ قال لا لا، احنا عدنا برشة مشاكل بيناتنا وعيط لها باش نتصالحوا. هذا ما فهم، يقول انا في مشاكل بيني وبين زوجتي وانا ناديتها علشان نتصالح وكذا. قال زين يعني باش احترقت الكهرباء السيارة شلون ولعت؟ قال ما اعرفش وما نعرفش منين بدأت النار ويتوفى. قالوا له يا حبيبي فهمنا، هو قالك مرتي يعني هي اللي حرقتني؟ قال لا، قال لي مرتي وانا اعتقدت ان مرته داخل السيارة لكن ما في احد داخل السيارة، ويقول ان النار ولعت في الكهرباء وبين خلاف انا وزوجتي بس هذا اللي فهمته. قالوا زين انت ليش تأخرت لما وصلت، يعني لما جاكم بلاغ الدقيقة الفلانية وانتم رايحين على دراجة نارية؟ قال لا صحيح، واحنا رايحين في امرأة مسكينة كانت محتاجة للمساعدة وانا نزلت رحت ماشي للحريق وصاحبي وصلها، نادوا صاحبه انت هذه من المرأة؟ قال لا هذه معاون رجل امن وامرأة وكانت تركض ومرتبكة وانا وصلتها، والغريبة اني انا قالت لي وصلني مركز امن لكن وصلتها عند مسجد في البيت هاي، قالت انا بنغسل وما ادري شنو لكن راحت وما رجعت لي. قال له متأكد انت؟ قال اي نعم، لان هي اصلا ظهرت لي هويتها هوية العمل ان هي معاون رجل امن. قالوا لا تلحظ، يدرون الحين هم هذول رجال امن كانوا يحققون مع زوجة الفلاحي، يدرون ان زوجته معاون رجل امن. قالوا لا تعال نوريك واحدة بس شوف اذا تعرفها ولا لا. اول ما خلوه يشوفها قال اي نعم هذه اللي وصلتها، وهني كانت الصدمة، تورطت العسكرية هذه خلاص انفضحت، خذوها ودوها الأدلة الجنائية، كانت أو شيء تنكر ولا مو صحيح وهذا مضيع الإطفائي وأنا ما شفته. قال لا يا جماعة والله العظيم متأكد وورطني هويتها ووصلتها المكان الفلاني، ودوها الأدلة الجنائية. الكلام هذا بعد يومين ثلاثة من وفاة زوجها مقتلة، لما ودوها الأدلة الجنائية خذوا من تحت أظافرها وأجزاء من إيدينها ورجولها وكذا يبي يشوفون آثار الحريق. وتدرون شنو الصدمة؟ أن إذا مثلا أنت شاركت في حريق أو شبيت نار مثلا أو مسكت بنزين وولعت، ولا تدري أنها لو تروح الأدلة الجنائية لو تنظف إيدك بجميع منظفات الدنيا تبقى آثار من المادة سريعة الاشتعال أو الأبخرة والدخان وكذا، تبقى في مسامات إيدينك وتحت الأظافر والجلد وفي أماكن عصر حتى جسمك يمتلي، حتى لو تسبح تبقى منه أثار. طبعا تكون آثار قليلة جدا يكشفها ويستطيع اللي هو الأدلة الجنائية والطب الشرعي والطب الحديث اللي هو الجنائي الحديث أن يعرف المادة اللي لا زالت متعلقة في جسدك، وهذا اللي قدروا يحددونه من خلال فحص العسكرية هذه إن فعلا آثار الحريق ومادة سريعة الاشتعال اللي هي بنزين كانت لا تزال عالقة فيها. ولما واجهوها بكل الأدلة والاعترافات والشاهد بطت الجربة وقالت هو أصلا كان يبي يقتلني وأنا صراحة دافعت عن نفسي وأنا قلت له إذا أنت رجل عطني الولاعة وأنا ولع فعطاني إياه وكان ماسك وكان ينتشر، المهم ضربته برجلي طاح البنزين بحضر كان أولع شبت النار وأنا خفت أني أحترق معاه هربت وتركته ولا أدري عنه، يعني لما طلع من السيارة ما أدري، أنا اعتقدت أنه ولع داخل السيارة. مالكم بالطويلة، تم الحكم على العسكرية أو الموظفة بوزارة الداخلية التونسية زوجة المهندس الفلاحي بالسجن 25 سنة، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.